السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد، ذوق جديد. ذوق ديال اليوم غادي يكون بحري ان شاء الله، ذوق صحي، سلطة فواكه البحر، سلطة رائعة جدا، بسيطة ولكن واحد الطعم فيها خطير 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 جدا. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير ديال هاد السلطة، كنحتاجو عندي هنا شويه ديال ليزيسكالوب، عندي شويه ديال كروفيت، عندي كذلك شويه ديال الكراب، عندي كالامار، وكذلك عندي الكالامار الصغير، عندي كذلك بوزروك. كميه الحوت او نوعيه الحوت كتختلف، يعني ممكن تستعملوا اي سمك موجود عندكم. بالنسبة للفواكه البحر ممكن فقط الكالامار أو الكروفيت. كذلك غنحتاج الثوم، غنحتاج الكرفس والبقدونس، غنحتاج الحامض، غنحتاج الإبزار، غنحتاج زيت الزيتون، ملح وليمون. كي كتشوفوا معايا هنايا كنقطع ليزيسكالوب قطع صغيرة جدا. غادي يكون عندي هنايا فواحد الطنجرة غادي ندير كمية من الماء سخن، غادي نضيف عليها ورق الغار اللي هو ورق موسى باش نغلي فيه الحوت ديالي. وبالنسبة للبزروق أو بلح البحر غادي نغليه في الماء بوحده بدون ما نخلطه مع ماء السمك هذا اللي كتشوفوا معايا دابا، لأن كي كنعرفوا أنه هو شوية مجهد، وكذلك فيه الرملة كتكون، فمن الأحسن يعني الواحد يرد البال لهاد القضية باش ما تمشي لنا شي حبة ديال الرملة ولا هذا تضيعنا السلطة ديالنا. ندوزو على بركة الله، ناخدو الحوت غادي نديروه يتغلى أو يسلق فقط لمدة 4 دقائق، لأن ليزيسكالوب دغيا كيطيبو. كيما قلت لكم ممكن تستعملوا أي نوع من السمك متوفر عندكم، غير الطريقة ديال هاد السلطة كتجي سلطة صحية. بغض النظر عن الكمية ديال الحوت أو النوعية ديالو، أحسن من الحوت يعني كنديروها الأغلبية في رمضان يعني مقلي ولا في الفران. كنحاولوا شويه نبدلوا الروتين ديال السلطه ديالنا. هنايا غادي نخليه كي قلت لكم 4 دقائق. هنايا كي كتشوفوا صافي راه داز تقريبا 4 ديال الدقائق. غادي نصفيه بشي صفايه هكا ولا شنو ما كان متوفر عندكم، ولا نهز داك الكسكاس. انا غادي نهزو غير بهادي، غنحطو وغنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله ديال السمك اللي عندي ونرجع معكم.
هنايا ضفت الكروفيت في الماء، وغنضيف كذلك سمك الكراب او السوريمي، فقط دقيقتين يعني ياخذ فقط طعم ورق موسى وكذلك الكرفس، صافي وغنحيدو لانه هو ما كيبغيش يطيب يعني بشي يعني مشي مده طويله، ولا يعني 2 دقائق حتى 3 كافين، فقط كي قلت لكم ياخد غير داك الطعم وغادي نزولو. صافي هنايا غادي نصفي الماء، ضروري ضروري تصفيوه الا كان عندنا شي شوائب، ولا يعني على حسب كنعرفوا ان الحوت كيكون فيه شي مرات الرمله، فغنصفيه وغنعاود نصفيه يعني فقط الاحتياط. كذلك غناخد بلح البحر غندير ليه ماء جديد، غنضيف عليه كذلك ورق موسى والكرفس وعصر يعني تقريبا من الليمون، صافي وغنخليه واحد تقريبا 6 دقائق وغنحيدو غنصفيه، غنضيف ليه الماء بارد. صافي هنايا غادي نقطع هاد السوريمي لان ما قطعتوش قبل، فقط قطع صغيره، وغادي ناخد واحد البلا او واحد الاناء غادي نضيف عليه الاسماك كامله اللي سلقتهم ما عدا بلح البحر، نخليه هو اخر حاجه غنضيفها. كذلك غادي ناخد واحد الفلفل الاخضر اللي هو كيكون شويه حار، كيبقى اختياري باش كتجي داك النكهه شويه ديال الحراره في هاد السلطه كتجي زوينه. غادي نقطعو دوائر وغادي نضيفو على الخليط ديالي اللي عندي هنا، كي كتشوفوا هذا النوع هذا ما كيكونش حار بزاف يعني تقريبا غير النسمة ديال الحرارة، ولكن كيعطي واحد الطعم رائع. كذلك غنعصر الحامض، عندي تقريبا هنايا حامضه ونص، ونص كنسبق لي عصرته في الماء ديال اللي سلقت فيه السمك. غادي نعصرهم مزيان وغناخذ الماء ديالهم باش نضيفو للسلطه ديالي. في هذه الاثناء بوزروكا هو تسلق او بلح البحر يعني تسلق مزيان، صافي غادي نغسلو بالماء بارد باش نضيفو للسلطه.
غادي ناخد تقريبا من الماء اللي احتفظنا به من السمك، غادي ناخد واحد تقريبا كأس إلا ربع أو كأس من الماء الأول. كذلك غناخد نصف كأس من ماء بلح البحر أو بوزروك، حتى هو غناخد تقريبا غير واحد نص كأس. هاد الماء كنضيفه للسلطة باش كتعطيه هذاك المذاق اللي يعني فقدوا السمك أثناء الطهي. كي كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، صافي غادي ناخذ الإناء ديالي، غادي ناخذ السلطة، غادي نضيف عليها عندي هنايا 3 فصوص من الثوم، كذلك ملعقة من الملح، وملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة من الإبزار، ثوم أخضر أكيد اللي سبق لي يعني بشرته. غادي نضيف كذلك الملح، الإبزار، وزيت الزيتون، كتعطيها واحد المذاق زوين بزاف. هاد السلطة كنت كليتها أنا والأخ ديالي، فالطعم ديالها يعني رائع رائع. كذلك غادي نضيف هنايا، غادي نخلطها شوية بيضة، وغادي نضيف عليها بلح البحر أو بوزروك. كذلك غنضيف عليها البقدونس اللي سبق لي قطعته، وأوراق الكرفس، وغادي نخلطها مزيان ونديرها في الثلاجة ونرجع معكم للشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال سلطة فواكه البحر اللي شاركت معاكم، كتجي على هذا الشكل غزالة في المنظر ولا في المذاق. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى اللي جربها يخلي لي التعليق ديالكم، وكنتمنى كذلك تشتركوا معايا في انستغرام. ان شاء الله نلقاكم فيديو جديد مع ذوق جديد. مع السلامة.